10 دقايق كده يا ريس. ماشي ماشي. صباح الخير على كل متابعينا متابعة تليجراف مصر في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد من داخل محافظة البحيرة وتحديدا في مدينة دمنهور. احنا النهاردة موجودين يعني مننقل لحضراتكم فكرة جديدة وفكرة فيديو جديد ولايف جديد من داخل احد المحال اللي بتبيع ادوات الصيد للي بيغاوي بقى صيد واللي بيحب يصطاد. طبعا انتوا عارفين يعني الصيد غية. احنا النهاردة بنتكلم عن الطعم اللي بيتم صيد بيه السمك سواء النيلي او البحري. يعني النهاردة للأسف يعني سعر الطعم النهاردة بقى اغلى من اللحمة. احنا النهاردة هنعرف ليه سعره بقى غالي او كده، يعني تقريبا سعره واصل ل 600 جنيه او 700 جنيه النهاردة. سعره فعلا بقى غالي جدا. احنا النهاردة معانا ابو انس هيشرح لنا ايه هو اصلا الفرق بين الطعم، يعني ده الطعم اللي قدام حضراتكم، في الطعم اللي هو الحي وفي الطعم اللي هو الجيلي فيش زي اللي موجود كده داخل البكتات الشفافه دي كده، ده اسمه الجيلي فيش، وفي طبعا الغله. نعرف ايه الفرق بين التلات حاجات دول وايه هو اللي وكل نوع بيصطاد ايه بالظبط، وكمان ناخد جوله كده سريعه عن ادوات الصيد ونفهم ايه اللي دايما الصياد سواء مبتدئ او المحترف بيحب يصطاده. ابو انس بنرحب بيك على تليجراف مصر. اهلا وسهلا بحضرتك ونورتونا يا فندم. الله يخليك يا رب. الله يستر. اتكلمنا بقى عن الطعم والصيد والحاجات ديت، احنا مش فاهمين اي حاجه. حبيبي يا باشا، بص، هو اول حاجه عندنا هنا الطعم ده طعم بلدي، بيبقى موجود منه الاسمر او الاحمر. الطعميه ديت بتطعمها في الصناره، بتجيب بيها مثلا سمك بلطي او بياض او قراميط انت ورزقك. الطعميه ديت بتعتبر اللي هي الطعميه ايه بلدي، اللي هي ايه السمكه بتخش عليها على طول. اي انواع سمك بيخش على الطعميه دي، سريع الاكل على طول. تمام. معانا هنا الغله دي طبعا هي بتيجي ناشفه كده. سعره ايه؟ هو سعر الطعم حاليا غالي، يعني وصل في بعض المناطق ل 100 و120 و150 جنيه التمن. التمن اغلى من اللحمه. هو الكيلو جمله وصل ل 550 و600. ده الكيلو. فانت طبعا اللي بيشتري التمن، التمن ده يقضي طبعا طبعا التمن يقضي ليله جميله حوالي 5-6 ساعات صيد. 5-6 ساعات. طيب الطعم ده بيصطادوا بيه ايه؟ السمك نوعه ايه؟ السمك مثلا الطعم بيصطادوا بيه بوطي، باط، رميط، شارون، خنيني، اي انواع سمك يصطاد بيه. بالنسبه للمياه، المياه العذبه. تمام. ايه بقى موضوع الغله ده؟ موضوع الغله دي يا باشا، دي غله. اول حاجه انت عارف القمح طبعا. دي القمح بتاع الغله ديت بتتبل في شويه ميه، بتتنقع لمده يوم او اتنين. تمام. لغايه لما بتوصل لكده بتبقى الغلايه طريه زي ما حضرتك شايف كده. بتطعم في السن عادي وبتنزل بيها في دوار الغله، بتبقى معمول دوار غله معينه للسمكه، بيخش عليك بولتي او قرموط او انت ورزقك بقى. ورينا كده سن كده، ورينا بتركب ازاي الطعم وازاي الصياد كمان يقدر ان هو سواء مبتدئ بقى او محترف ان هو يركب الطعم. زي ما حضراتكم شايفين طعم الطعم ده بيبقى حي، صح كده؟ خلينا الاول في الطعم اللي هو الغالي ده. الطعم الغالي مثلا سن زي كده، ده السن بتاع ورينا السن كده يا باشا. ده السن بتاع الغله. بيبقى مثلا بيبقى كربون او عسلي. ده بتركب فيه الغلايه، زي كده. مثلا بتفتح الكيس زي كده كده. تمام. تمسك الغلايه كده، تتركب في السن بالطريقه دي كده. تمام. بتخلي حته صغيره من السن باينه كده، بس كده. طبعا انت بتكون حاطط في الدور بتبقى حاطط في الدور غله بس. بالمنظر ده كده. بتبقى حاطط في الدور غله طبعا، عامل مرايه في الدور الغله بتاعتك وبتنزل بيها. تمام. ده تطعيمه الغله. بالنسبه لتطعيمه الطعم، بيجيب مثلا سن زي كده. مثلا طبعا السن بتاع الطعم بيبقى اصغر شويه، مقاس 6 او مقاس 5، بيبقى السن بالمنظر ده كده. طبعا بتطعم فيه الطعميه بالمنظر ده كده. الطعميه مثلا كبيره زي الاسمر ده كده مثلا. بمسك الطعميه من هنا كده زي ما حضرتك شايف كده، بتطعمها بالطريقه ديت كده، عكس عكاس كده. تمام. بالمنظر ده كده طبعا، هو ايه بتبقى بالمنظر ده كده. طبعا السن اختفى طبعا. ده كده بينزل يتحرك كده في الميه. تمام. بيجذب السمكه. بيجذب السمكه ليه؟ بيجذب السمكه. السمكه بقى تشوف الطعم ده، تهاجمه. بيبقى حجم السمكه ايه اللي ممكن تهاجم طعم زي ده؟ يعني عادي، ممكن مثلا لو شر صغير او خليني بيخش عليه، ممكن بولتي او سمكه كبيره، قرموط او بياض، على حسب رزقك بقى ساعتها.
طيب تمام. ايه بقى الجيلي فيش والانواع الثانيه اللي قدامنا؟ اكياس الجيلي فيش ديت طبعا ده الشغل المالح سواء بحر متوسط او بحر احمر او مفيد توشكا زي ما حضرتكم عارفين. طبعا هنا بيخش سن كبير من هنا كده وبيطلع من هنا. طبعا السمكه ديت نظام بتعمل اكشن في الميه تمام، بتمشي تعمل زي السمكه العاديه كده بتعمل حركات بتبقى كانها سمكه حقيقيه. تيجي السمكه المهاجمه تخش عليها تاخدها كلها تمام. في منها وفي منها اللي هو بيبقى حجم كبير بقى السمك اللي بياخدها ده صح؟ طبعا طبعا بتبقى احجام فيها سمكه زي ايه، في الدوده زي كده، ده دود صناعي برضو جيلي فيش زي ما حضرتك شايف كده برضو. خليها على ايديك كده ده برضو نفس الكلام برضو بتتهز كده في الميه طبعا بتعمل اكشن في الميه تقوم السمكه تخش عليها تاكلها على طول. بتركب لها برضو السن من قدام هنا وبينزل من تحت. ليها احجام معينه برضو؟ طبعا احجام معينه وفي رابلات عظم وفي حاجات كتير تمام. طيب لو صياد بقى مبتدئ انت تنصحه يشتغل بالطعم اللي قدامنا ده ولا بالغله ولا لان الغله دي انت قلت لي ليها دور يعني دور. طب هو الدور دوت عباره عن انا مثلا ببقى ماشي على الميه او حاجه وفي منطقه مثلا مش نظيفه، انا بنزل كصياد مثلا معايا منجل او حاجه بنظف الدور لنفسي وبنزل الميه برص حجاره وانظف الدور واعمل جنبين كده نظام عزل عشان الميه لو ميه جاريه وبتاع، وبنزل بالغماز والريشه بتاعت الغله بغماز بعود صغير ومكنه صغيره لها عده مستخدمه، عده الغله لها عده معينه. بالنسبه للمبتدئ مش اول ما يصطاد مش هيخش على الغله على طول لان صيد الغله صيد احترافي شويه. يعني بالنسبه للمبتدئ هيخش مثلا على طعم عود زي ده مثلا ورينا كده بيعمل ايه يشتغل ازاي. عود زي ده مثلا عود 3 متر بيركب عليه مكنه زي دي كده تمام. بيركب فيه الغماز وبيركب فيه السناره وبيركب فيه الشعر بتاعه الخيط بتاعه وبيصطاد بالطعم كمبتدئ بعد كده واحده واحده بيتعلم الطريقه. في حاجه اسمها صيد تجريه اللي انت بتجري كمان ده ايه بقى ايه مكونات السناره يعني مكونات السناره عود مكنه صيد فوسفور لو هتصطاد ليلي فوسفور اللي بيركب في الغماز الغماز اللي هو بيطفو على وش الميه عشان لما تغمز السمكه السناره بكره شعر رصاص لو حابب تصطاد حداف برصاص كبير ده الجرس. ورينا احنا شايفين كمان في احجام الرصاص ممكن تورينا كده الاحجام اللي عندك احجام الرصاص. يعني متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان بنحاول ننقل لحضراتكم يعني بعض النصائح اللي ممكن اي صياد مبتدئ او صياد طبعا محترف ممكن اكيد عارف كل الحاجات دي، لكن في الصيادين المبتدئين لسه ما يعرفوش الكلام ده كله. هنا معانا ابو انس بيوضح لنا بعض المعلومات اللي ممكن اي صياد سواء مبتدئ او محترف يشتغل بيها. ده ايه بقى اللي في ايديك؟ ده انواع رصاص. في حاجه ده رصاص الكبير 125 جرام ده رصاصه تقيله بالنسبه للتسقيط للتسقيط في اسكندريه او في المالح تمام. وبالنسبه للحداف مثلا في النوبريه او في اماكن المايه بتاعتها غزيره او حاميه. هات لي ال 125 مع اللي موجودين هنا عشان نوضح الفرق في الحجم. ده كده الاحجام كلها 125 60 جرام 50 جرام 40 جرام 50 جرام في 20 جرام. ده بقى ايه عشان يتقل السناره تنزل لتحت تقصد؟ ده الشغل الحداف مش يتقل السناره يعني يعني بتركب الرصاصه بس على الشعر على طول على السن وتنزل في الميه. ده الشغل الحداف. في ناس على الغماز زي دوت او غماز اكبر بيركبوا الرصاصه الاربعه ديت لو الميه حاميه بيعملوا حاجه اسمها تجريه بيجري في الميه بيجري للسمكه والسمكه اول ما تطب معاه يطلع على طول بالسمكه. هو في نوع صيد معين في النيل ونوع صيد معين في البحر يعني ده ليه ادوات وده ليه ادوات. طبعا طبعا إيه طبعا بقى الاختلاف؟ يعني هقول لك حاجه ادوات النيل مثلا بتبقى حاجه زي كده العود ده والمكنه مثلا ينفعوا لصيد الطعم وينفعوا لصيد الغله تمام. في حاجه تانية تنفع لصيد النيل المالح بقى بيبقى ليه مثلا مكن كبير مكنه 8000 او 7000 على عود صب مثلا قطعتين حاجه زي كده مثلا. طب احنا ممكن ندخل كده معاك برضو ناخد كده جوله هنا سريعه. دي هي دي انواع سنارات طبعا دي انواع سنارات في مقاس 4.5 في 93 شاور لنا كده عشان بس نوضح للمشاهدين معانا يعني في حاجه عود زي دوت مثلا ده عود 4.5 متر ايوه ده الشغل الترقيد السمك الكبير اللي هو قشر البياض يعني الاوزان بتاعته مثلا ممكن يشيل لغايه 40 50 كيلو سمكه بالنسبه للسمكه الواحده. طبعا ده صيد محترفين تمام. في عود زي ده مثلا انا ماسكه في ايدي ده عود صب قطعتين بتاع التسقيط بتاع اسكندريه بتاع بحر احمر بتاع مالح من على المراكب
ده اللي حضرتك قلت لي الرصاصه الكبيره بتاعته انهي اللي هي ال 125 جرام او 200 جرام. جميل. في التسقيق في حاجات صغيره زي كده مثلا 3 متر لشغل الغله وشغل الحداف. في 3 متر 60 زي كده. تمام. كل السنارات دي ينفع يشتغل فيها الطعم اللي هو العادي والغله، ولا في سنارات للغله؟ لا، في سنارات للغله وفي سنارات للطعم. يعني كل حاجه كل صيد وليه مجاله. في عندنا هنا بقى ايه بحاجه شنطه الصياد اسمها جربنديه. لا قول لنا ايه الجربنديه دي. الجربنديه ديت عباره عن بوكس طبعا متصنع هاند ميد، شغل عالي جدا طبعا. ده عباره عن جيركن من الداخل طبعا، معمول بسيليكون من هنا. واحده كده جيركن. جيركن من الداخل معمول بسيليكون. تمام. لازق مستورد بتاعه متغلف من الداخل بلبات بتاعت الثلاجات عشان يسقع عندك ايه السمك، او تحط له ايه ازازه الثلج بتاعتك او الميه بتاعتك. وفي هنا بيجي معاه العلبه اللي هي الجل ديت، طبعا بيقولوا عليها فريون. دي بتقعد 48 ساعه في الفريزر، تقعد معاك في الجربنديه بتتحط كده حوالي 24 ساعه ما تفكش. لو الجربنديه عشان تحفظ السمك اللي بيصطادوه. لو الجربنديه محكمه الغلق زي كده عمرها ما تفك. وطبعا بيجي معاها السوسه ديت بتحط فيها حاجتك كلها. اي مقتنيات دي ممكن تستخدم ككرسي على ما اظن. يعني. طبعا دي يا باشا بتقعد عليها كده. تمام. يعني صح كده. ممكن تستخدمها كرسي وانت قاعد تقعد عليها يا باشا تصطاد عادي، وتفتح تحط تصطاد تحط سمكتك. دي جربنديه محترمه جدا وشغل عالي. بيجي منها مقاسات بقى، دي مقاس مثلا 16، في المقاس الاصغر مقاس 10، في 25 كده يعني. طيب نرجع تاني بقى للطعم. في يعني برضو ناس او في يعني صيادين طبعا يعني معدوم الضمير شويه بيصطادوا بطرق الصيد الجائر. الصيد الجائر ده حاجه مشكله والله. احنا بنمر بازمه في الموضوع ده فعلا يعني. بالنسبه لصيد الكهرباء وصيد المراكب والغزل الضيق الموضوع وحش وصعب يعني. الواحد شاف كذا حاله قدامه وحب يصورها، وما بصراحه ما صورناش بسبب اللي هم بلطجيه شويه يعني في الموضوع ده. تقسيم الميه والكلام ده كله، انت لو تقول رساله او نصيحه للناس ديت طبعا، وازاي تفرق بين السمك الطازه والسمك اللي ممكن يكون السمك الطازه. السمك الطازه بتاعت النيل معروفه، انت بتطلعها بايدك، وحتى لو شفتها عند بياع انت بتفتح الخياشيم بتاعتها تلاقيها لونها دم احمر كده الخياشيم كده. اما السمكه المكهربه بتبقى مصفطه شويه وناشفه سنه، والخياشيم بتاعتها مغدره شويه مزرقه شويه كده يعني، بتبقى باينه. غير طبعا سمك المزارع كده كده معروف اللي هو سمك مزارع، سمك كويس. انضف سمكه او احسن سمكه ممكن اللي يعني بالنسبه للنيل، احلى سمكه تاكلها واطعم سمكه تاكلها معاك قش البياض، معاك التعابين، معاك البياض، معاك الشال الرومي. وبعد كده بتنزل بقى للبلطي وانواع كتير من السمك. والخنيني طبعا. إيه ده اهم حاجه. سمكه انت اصطادتها بقى قبل كده؟ انا اصطدت اكبر سمكه كان في السعوديه، كان حوالي كانت سمكه 25 كيلو جرم بياض. واصطدت هنا برضو في مفيد توشكا اشور قش بياض. بالطعم اللي قدامنا ده بقى. لا بالطعم الطعم الحي. الطعم الحي. طعم حي. تمام. طيب يعني لو هنرجع تاني للطعم اللي قدامنا، احنا طبعا بنوضح للمشاهدين ان سعره بقى اغلى من انا النهارده عامل عليه عرض. النهارده سعره كام؟ النهارده عامل عليه العرض لكل زبايني وحبايبي، انا عامل عليه عرض 80 جنيه وعليه باكو فوسفور هديه. يعني واقف ب 75 جنيه، الطعم بيتباع ب 150 وب 190، فانا عامل عليه عرض. شكرا جزيلا لحضرتك. متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان، يعني نقلنا لحضراتكم يعني فيديو مختلف شويه يعني عن ادوات الصيد وعن الفرق بين الطعم، سواء الطعم اللي هو الدود الحي ده اللي هو طبعا سعره النهارده وصل 550 جنيه و 600 جنيه، وفي ناس كمان بتبيعه ب 700 جنيه. والطعم الغله ده ليه طريقه في الصيد وده ليه طريقه تانية في الصيد. طبعا في نوع بيستخدم في النيل ونوع تاني بيستخدم في البحر. يعني نقلنا لحضراتكم يعني بعض المعلومات هنا للصيادين اللي ممكن تشتغل في الصيد بالنوعين. دي كانت جولتنا هنا في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة. متابعينا متابعي تليجراف مصر في كل مكان، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والاستماع.